السلام عليكم. هل يفا بالفترة الأخيرة أكيد سمعتوا على نوايا البلدية تسكر الروضات العربية بادعاء إنه فيش كافي أولاد بتسجل بالروضات. حبيت أحضر لكم سلسلة فيديوهات أشرح على خطورة الموضوع تسكير الروضات العربية وكيف ممكن يأثر على المدارس العربية وكيف بحط كل اللغة العربية بحد ذاتها في خطر. بحب أبلش بدراسة حول موضوع اللغة اللي عملها نوعم خومسكي إرفين ولينبرغ حول كيف الأطفال عند جيل 6 سنين بيقدروا يتعلموا لغة بسهولة وكيف بعد 6 سنين بصير صعب عليهم يتعلموا كمان لغة. يعني لما الأهل تختار ما تبعتش أولادها على روضات عربية وبعتوها على روضات يهودية حتى لو بيكون نص الأولاد عرب بس التواصل مع المربية رح يكون بالعبراني، عمليا الأولاد رح تتصعب بالمدارس عشان اللغة الأم بطلت لغة عربية صارت لغة مشوهة نص عربي نص عبراني. المدارس العربية بدل ما تعلم الأولاد مواضيع الليب اللي لازم يتعلموها بصف أول وثاني بصفه لازم يمروا على المادة اللي الأولاد لازم المفروض تعرفها بالروضات، فهذا بعوق بالمدارس العربية. المدارس العربية كمان بعد جيل 6 سنين بصير لها صعب تتعامل مع الأولاد مع اللغة العربية. بالإضافة اللغة العربية هي مش بس اللغة اللي احنا بنتواصل معها، اللغة العربية هي ثقافتنا، هي هويتنا، هي النصوص الدينية الثقافية اللي تربينا عليها، وأهم إشي هذا اللي بربطنا إحنا كمجتمع عربي فلسطيني بالمدينة. ومع غياب اللغة بصفي إحنا بنصفي أفراد مع هوية مشوهة نص عربي نص عبراني، والتمييز تجاهنا هو كوننا عرب ورح يكون لنا صعب نمرق رسائل بين بعض، صعب نتواصل مع بعض عشان اللغة بتبطل مفهومة. وإحنا اليوم بنشوف كيف لما بنكتب نص بالعربي في كثير من أهالينا بقولنا يا ريت تترجموا لنا إياه للعبراني، فحتى لما إحنا بدنا نتواصل مع أهالينا بصير صعب. مهم من هاي الرسالة نفهم إنه ببلش بالروضات والروضات العربية. أنا بهذا الفيديو ده مرة رسالة وطلب للجميع إنه في أمل، لسه بنعرف عربي بس عشان نحسن الوضع اللي إحنا موجودين فيه وعشان بالفعل نرجع اللغة العربية لابد إنه نشجع أهالينا تسجل أولادها بالروضات العربية. يعني إذا أنتوا بتعرفوا ناس حواليكم أو أنتوا أهل ومسجلين أولادكم بروضات يهودية لازم تعرفوا إنه لعند 22/7 في أمل تطلبوا تغيروا تنقلوا لروضات عربية. وبهاي الروح كمان أنا بدي أحيي كل المربيات بالروضات عنا اللي بيعملوا شغل وبالفعل بحبوا أولادكم كونهم جزء من هذا المجتمع. الرجاء من الجميع ناخذ الموضوع بأهمية، موضوع الروضات إذا الروضات بتتسكر بالمستقبل المدارس العربية بتتسكر عشان رح تكون مشكلة مع اللغة مع الأولاد وبالمستقبل رح يحط المجتمع بخطر. سجلوا أولادكم في الروضات.